السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة يا جماعة إن شاء الله نبدأ نعمل أول ريكويست على API حقيقي، ونبدأ نشوف الريسبونس اللي راجع منه عشان نشوف إزاي نتعامل معاه. هنخش في الموضوع على طول. هقوله let my request بيساوي new XML HTTP request بالشكل ده. عملنا تجربة في الفيديو اللي فات عشان نشوف محتوى الأوبجكت بتاعنا ده، ولقيناه طبعا كل حاجة فيه فاضية والأرقام اللي فيه مش بتفهمنا أي حاجة خالص زي ما انت شايف كده. هنبدأ نعمل ريكوست حقيقي عشان نشوف الأرقام هتتغير لإيه، ونفهم الأرقام دي معناها إيه ونتعامل معاها إزاي. هقول له my request.openMethod. الاوبن ميثود عن طريقها تقدر تحدد الريكوست ميثود، يعني جيت او بوست او كده، اليو ار ال اللي هو الخاص بالاي بي اي بتاعك اللي انت عايز تجيب منه البيانات، بعد كده هل الكول دي سينكرونس ولا اسينكرونس، ولو في اوثنتيكيشن على الاي بي اي محتاج يوزر نيم وباسورد برضو بتكتبهم هنا. طيب نبدا اول حاجه، الميثود بتاعتنا هتكون جيت، اليو ار ال هنستخدم الاي بي اي الخاص بالجيت هاب عشان الكلام اللي قلناه نظري حضرتك تشوفه دلوقتي عملي بالشكل ده. وهنا الديفولت بتاع الاسينكرونس اصلا ترو، مش محتاج تكتبها، بس انا بوريك بعدها في يوزر نيم وباسورد اهو عشان لو احتجت ان انت تكتبهم. طيب بعد كده هقول له my request dot send عشان اعمل send للريكوست بتاعنا ده. بعد كده تعالوا نشوف مع بعض الاوبجكت بتاعنا البيانات اللي فيه بقت عامله ازاي. زي ما انت شايف عندنا حاجه اسمها ready state بقت 4، الستاتس كود 200، وده جربناه في حاجات كتير لما كنا بنشوف النتورك. خلينا نبص كده هنا، ادي ال 200 اهو ستاتس كود زي ما اتفقنا. طيب جميل قوي الكلام ده، وفي حاجه محتاجين دلوقتي نتعرف عليها، الارقام بتاعه الريدي ستيت دي معناها ايه. عندك من اول صفر الريكوست نوت انيشاليزد، عندك واحد في اتصال حصل مع السيرفر، 2 معناه انه استلم الريكوست او الطلب بتاعك، 3 الريكوست بتعمل له معالجه، 4 الريكوست خلص والريسبونس او الاستجابه جاهزه. هنا في نقطة محتاج أقولك عليها، الريكوست فينيشد معناه إنه خلص، ممكن يكون حصل فيه مشكلة بس في النهاية خلص. ده حاجة، والستيتس كود اللي بيوريك الريسبونس صحيح ولا في مشكلة دي حاجة تانية. يبقى أنا محتاج أتأكد إن الريكوست خلص وفي نفس الوقت إنه نجح وجاب بيانات. هتقولي يعني إيه نجح وجاب بيانات؟ يعني أنا ممكن أحط هنا لينك غلط، فبدل ما يطلع لي ال 200 دي هيطلع لي 404 زي ما أنت شايف كده إن هو not found. طيب جميل جدا. يبقى انت محتاج هنا تتشيك على حاجتين، انه الريدي ستيت بقت 4 يبقى الريكوست خلص والريسبونس بتاعك جاهز او الاستجابه من الاي بي اي جاهزه، وان يكون هنا الستيتس كود 200 معناها البيانات سليمه وتقدر حضرتك تعرضها بدون اي مشكله. ليه بنتشيك على الحاجات دي؟ عشان حضرتك ما تمشيش في سيناريو ويكون الريكوست لسه مخلص، او يكون اصلا في مشكله وانت عمال تمشي في سيناريو مبني كله على حاجه غلط من الاول. طيب كل ده نتشيك عليه امتى؟ في ايفنت معينه هتحصل. عندنا هنا لو تلاحظ في الاوبجكت بتاعنا عندنا حاجه اسمها اون ايرور واون لود واون لود ستارت واون لود اند واون بروجريس، عندنا اون ريدي ستيت تشينج. لما الريدي ستيت تتغير تبدا حضرتك بقى تتشيك على الكلام ده. حلو، تعالوا مع بعض بقى نستخدم الكلام ده. تحت خالص كده هقول له ماي ريكوست دوت اون ريدي ستيت تشينج بتساوي انونيموس فانكشن. الانونيموس فانكشن دي هيحصل فيها ايه؟ ممكن نجرب نطبع البيانات مع ان احنا طابعينها فوق بس مفيش مشكله. my request dot ready state مثلا، ونطبع تحتها الستاتس مثلا بالشكل ده، وهخليك تشوف الارقام من اول ما يستلم الريكوست. بصوا كده معايا، 2 200 200 200 دي خلاص مفروغ منها انه البيانات راجعه سليمه مفيش فيها مشكله. بص رقم 2 في 3 في 4 استلم الريكوست، عمل له بروسيس، رجع لك الريسبونس والريكوست طبعا خلص والحمد لله. طيب احنا هنا بقى هنتشيك على ايه عشان نعمل كل الهيصه اللي احنا قلنا عليها، ان احنا نجيب بقى البيانات ونبدا بقى نلوب على البيانات ونعرضها والكلام ده. محتاجين نتشيك على الحاجتين دول، دي ودي. حلو جدا، ادي اول حاجه انت هتتشيك عليها. هقول له دلوقتي ادي الكونديشن، لو this بتعود على الماي ريكوست دوت ريدي ستيت بتساوي 4 اند، لان لازم الاثنين يتحققوا مع بعض، برضو this dot status بتساوي 200. كده كله تمام، تقدر بقى حضرتك تقول له console.log وتطبع هنا بقى الريسبونس اللي راجع لك. هقول له this dot response مثلا text،
ودول خلاص مش محتاجينهم، بس ههمشهم عشان لما نحط الكود على الموقع. زي ما انتم شايفين رجع لي الريسبونس تكست اهو، واللي هنتعامل معاه باذن الله في الفيديو الجاي، وهنعرف كل حاجه عن الاوبجكت ده وهنعمل بيه ايه في الصفحه وكله. هنا انا بس محتاجك تفهم ايه اللي حصل، القصه مشيت ازاي، ليه بنتشيك على ده وليه بنتشيك على ده، وتبص بصه على الستيتس كود ليست اقراها بس، زي ما قلت لك مش هتستخدم كل حاجه فيها بس تكون عارف، وهنا تعرف المراحل اللي بيتم بيها اللي هو الريدي ستيت كلها من الاول للاخر عشان تفهم ايه اللي بيحصل وراء الكواليس. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.